مساء الخير يا جماعة الخير الزلف اللون، ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة يوميات العائلة الريفية. على بالي توحشتوني وانا طلت غبت شوية، ولكن هاني رجعت. فيديو تاع نهار اليوم راح يكون متنوع ومفيد. في الاول راكم شفتوا يعني كيفية حلب المعزة، وراح نحضر ايضا معكم ثيم دغست اللي هي اللبة، لانه وعدتكم في الفيديو السابق، ولكن هذاك المقطع راح لي ما حكيتهولكمش، ولكن في هذا الفيديو رايحين تشوفوا كيفية تحضيرها، وايضا راح نوري لكم كيفية غرس شتلات الجريوات ولا لي غورجيت. المهم تابعوا الفيديو الاخير وان شاء الله يا ربي يعجبكم، وهانتوما معنا. المهم قبل ما نبداو فيديو تاع نهار اليوم، ما تنساوش الصلاه والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس هكذا باش توصلوا بكل جديد وتدعمونا بزر لايك. كما راكم تشوفوا هنايا رايحين نغرسوا بذور تاع الجريوات، وحاجه الاولى اللي جبناها هو هذاك التربه الخفيفه، يعني جبناها من الغابه، بالك تشوفوا يعني اللون تاعها مختلف عن لون التربه العاديه، وجبنا هذوك الاكواب البلاستيكيه ونعمروهم بهذا الشكل، يعني نعمروهم كاع، ومن بعد رايحين تشوفوا كيفاش نغرسوهم وكيفيه الاعتناء بهم الى غايه ما تولي على شكل شتله ونغرسوها في الحقل عادي جدا. المهم هنايا يعني نتعمروا هذاك الكاس البلاستيكي بهذا الشكل، بعد ذلك نروحوا نجيبوا البذور باش اننا نغرسوهم، ورايحين تشوفوا ايضا يعني من اول يوم غرسناهم الى غايه اليوم اللي ولت فيه شتله وغرسناها في الحقل وطريقه الاعتناء بها، وبعد هكذا الاسرار والملاحظات يعني باش تنجح لكم الزراعه. وهذا هو الوقت تاع الجريوات الى حبيتوا يعني تغرسوهم وتستفيدوا من ارضكم. راكم تعرفوا يعني الاسعار راهي غاليه جدا، لازم الواحد يعني يخدم ارضه باش يخفف على روحه. المهم كما راكم تشوفوا في هذا المقطع، كل كأس من هذيك الكؤوس اللي عمرناها نحطوا فيه بذرة واحدة من هذيك بذور تاع الجريوات، يعني بهذا الشكل نعمروهم كاع بالبذور ونعاود نولي لكم. وهنا كما راكم تشوفوا كيما درنا مع كاس الاول، نديرو مع باقي الكؤوس نديرو هكذا حفره صغيره ندخلوا فيها هذيك البذره ونرجعوا عليها اطراف. علاش حنايا نغرسوهم مثلا في هذوك يعني يتباعوا واحد لي باليت هكذا باللون الاسود عند اللي يبيعوا الاشياء تاع الزراعه، يعني الناس تغرس فيهم، يعني حتى اصحاب البيوت البلاستيكيه يستخدموه. نغرسو في هذوك الاشياء ولا نغرسو في هذه الكؤوس وما نغرسوش مباشره في الحقل، كي نحمي هذيك الشتله كي تكون تكبر ونعتنيو بها، نحميوها من الحراره القويه، نحموها من الرياح القويه، من البرد، من المطر، لانه راكم تعرفوا انه فصل الربيع الاجواء تاعو متقلبه. ولكن حنايا كي غرسناهم في هذه الكؤوس البلاستيكيه كنا نعتنيو بهم، ندخلوهم للدار، نخبيوهم، نحطوهم للشمس، ما نخليهمش يطولوا في الشمس. المهم يعني كاين بزاف طرق للعناية بها.
يعني بعد الخطوة الأولى اللي عمرناهم بالتراب، يعني دخلنا فيهم هذيك البذور وغطينا عليهم، والآن جيو الخطوة الثالثة اللي هي نسقيوهم، والسقي تاعهم يعني تجيبوا هذيك الرشاشة إن شاء الله بعد نوريها لكم في الفيديو، وترشوهم هكذا، يعني ما تسقيوهمش بزاف، ما تحاولوش تبللوا التربة بزاف، وهكذا تسقيوهم 3 مرات في اليوم. في تسقينين كان المهم كما راكم تشوفوا هذه النتيجة بعد 3 أيام من الدفء والاعتناء، يعني كنا نسقيوهم 3 خطرات في اليوم، لما تكون هناك أشعة الشمس نحطوهم في أشعة الشمس، وفي الليل كي تغيب نغطوهم بهذاك الكيس البلاستيكي اللي كنتو شفتوه وبلا أي شكرة، ونزيد ندخلوه في الدار، لأنه مثل هذه النباتات يعني تحتاج إلى جو حار باش أنها تنتج بسرعة. المهم كما راكم تشوفوا هنايا بعد 8 أيام يعني من اللي غرسنا هذوك البذور، شوفوا كيفاش ولاو، يعني كاين اللي انتشوا وكبروا بهذا الشكل، وكاين اللي مازال شويه، وهنايا هاد القرعه يعني دارها خويا وثقب هكذا من الفوق وكان يسقي بهم، ولكن شرينا تاني وحده تاني شابه وسهله وعمليه، ولكن ما على باليش المقطع كي كان يخدم بها وراه، يعني لو كان وريتها لكم.
المهم كما راكم تشوفوا يعني بعد ما هذيك البذور كبرت هنايا صراحه والله ما كملت حسبت الايام يعني شحال من يوم اخذت لي، ولكن من بعد راح ندير راح نعاود نحسب من خلال تواريخ الفيديوهات وراح نكتبه لكم في التعليق المثبت ولا في صندوق الوصف. بعد ذلك جينا للحقل ودرنا هذا الخط من الحفر يعني حفره وراء اختها باش نغرسوا هذوك الشتلات فيهم، وجبنا ايضا هذا الغبار ولا سمات تاع الحيوانات باش في كل حفره نحطوا كميه حتى يتعمروا كاع، ومن بعد ذلك نبداو بغرس الشتلات مثل ما راح تشوفوا في هذا الفيديو. شوفوا هنايا حجم الشتله بعد ما كبرت، يعني نجيبوا كل كاس من هذه الكؤوس البلاستيكيه اللي فيه شتله نحطوه داخل حفره من هذا الحفر، هكذا نكونوا وجدناهم باش نغرسوهم. يعني الطريقه جد سهله، نحفروا الارض نديروا حفره، هذيك الحفره نخلطوا ما بين تربتها وسمتها الحيوانات، بعدها بهذه الطريقه السهله جدا نقلبوا هذاك الكاس ونضربوا عليه ضربه الى ضربتين من الفوق هكذا تتنحى لنا يعني بها بجذورها، ونغرسوها مباشره في الارض بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا به. بعدها نرجعوا هكذا التربه عليها ونضغطوها هكذا ضغطه خفيفه من الفوق يعني باش تشد فيها هذيك التربه. دوكا بعد ما نكملوا كاع هذوك الحفر يعني نغرسوا فيهم راح نولي لكم في الاخير باش نسقيوهم بالماء، وايضا الاعتناء والري والسقي راه ضروري جدا، وفقط يعني نسال الله عز وجل يعني يوفقنا وباش تكون الغلة. وننصحكم بخدموا أرضكم خدموا أرضكم خدموا أرضكم، راكم شفتوا يعني البصل هذاك البصل اللي كان يدير 2000 ولا يدير 30000، يعني كل أي إنسان عنده قطعة أرض ولو صغيرة يخدمها حتى يعني في سطح المنزل تاعك راح تقدر تخرج منه خيرات بزاف، فقط الإنسان يخدم ويدعي ربي باش يوفقه، وهذا هو. إن شاء الله فيديو تاع نهار اليوم يعجبكم، وهانتوما معايا حتى يكمل الفيديو.
المهم كما راكم تشوفوا بعد ما غرسنا هذوك شتلات تاع الكوسه ولا الجريوات، الان وليت للدار باش نحضر معكم هذيك اللبه ولا احنا عندنا بالقبيليه وسمها تيمدغست اللي نحضروها بالحليب اللي نحلبوه من المعزة في اليوم الاول واليوم الثاني فقط. بعدها نجوزوه على الصفايه هكذا، يعني لازم هكذاك نصفيوه بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. بعد ذلك يعني نحطوه في هذيك الطنجره ونحطوه على نار تكون مهيله. انا كنت حبيت نديرو برا على نار تاع الحطب باش نوري لكم، كل يوم نقول غدوة نديروه يا اما غدوة نديروه، ومن بعد اليوم قلت صاي لازم نديروه. ومن بعد درتوه في الدار، ديما ننسى حتى نلقاها لحقت ساعه تاع الليل 10 تاع الليل. بعدها تحطوه على نار مهيله لدرجه يعني راني صورتها لكم حتى يولي يتخثر معاكم بهذا الشكل. هذا هي تيمدغست ولا اللبه، يعني المنافع تاعها ما نحكي لكمش، الفيتامينات اللي فيها ما نحكي لكم، يعني راكم تعرفوا حليب الماعز واش هو الفوائد تاعو. المهم اللي شهيتو في الجنه وحقكم تاني تلقاوه في الجنه، وهكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نشكركم بزاف بزاف على حسن الاصغاء والمتابعه، ونعتذر على الغياب تاعي، ان شاء الله من اليوم ما نزيدش نغيب، ولا غبت ما نغيبش كيما هاد الخطره. وما تنسوش انكم تشتركوا في القناه هكذا، فعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ما تنسوش دعمونا بزر لايك وتعليق جميل. وهذه هي يعني بعد ما طابت نحيناها في هذه، حاولت نستخدم هذو الاطباق تاع الفخار باش شويه نرجعكم الايام زوان، ايام زمان وعاداتنا وتقاليدنا. ونعاود نقول لكم اللي شهيتو في الجنه اسمحوا لي، يعني كاين اشياء لازم نصوروهم ونحطو لكم غير باش تتفرجوا معنا. والى اللقاء.